أحبائي مواليد برج الدلو، سأبدأ بكم الطاقة الهوائية. عنوان قصتك: صحح مسارك. هذا الأوديو هو مجرد التقاط لطاقتك الحالية. الطاقة الحالية تعني الأحداث القريبة من حيث الماضي أو المستقبل، وقد يدخل في هذه الطاقة الناس اللي أنت مشغول بهم، ناس داخلين في طاقتك. هذه الأيام أنت في حالة عزلة وانغلاق وبعض الشكوك وحتى المخاوف. في آخر الأيام يعني في الماضي القريب ارتكبت عدة أخطاء نتيجة قرارات متسرعة. أنت الآن بصدد اكتشافك لهذه الأخطاء، وفي حالة حذر شديد جدا، لكن هناك تغييرات كبيرة في طاقتك، وهناك حب كذلك بحياتك، وأنت الآن مستعد للارتباط به. هناك شريك في طاقتك، وأنت على كامل الاستعداد لأن ترتبط بهذا الشخص، ولكن بطء تفكيرك العاطفي هو الذي يحد من الحصاد لديك. نتائجك تكاد تكون صغيرة أو غير ملموسة، يعني نتائجك ليست بحجم مشاريعك العاطفية. في الحقيقة حتى مشاريعك العاطفية كانت صغيرة، يعني ما كانت بحجم تطلعاتك. شريكك الآن في الطاقة التي أكلمك فيها على أبواب الانفتاح. هو في طاقة نوع من التحرر، والحقيقة أنت رغم هذه الطاقة الجيدة اللي هو فيها، أنت حانق عليه، يعني في حالة من الحنق والغضب منه والزعل. مش ناوي تتحاور معه، أنت في قرارة نفسك لا تنوي أبدا أن تتحاور معه. يعني أنت لا تريد أن تعطيه نصيبا من المفاوضات. أنت في الحقيقة في هذه العلاقة حسيت بالملل من الانتظار، مليت يعني ببساطة. انتظرت كثيرا وكللت، مللت من الانتظار. تشعر بأن العمر يمر والسنين تجري. في باطنك اليوم أنت تقول: أنا سأنفتح على العالم، سأفتح على مواقع التواصل حسابات جديدة، سأتعرف على ناس جديدة، نحب نعمل علاقات جديدة. أنت في هذه الحالة الآن، فيه رغبة عندك للتحرر والانطلاق. في المقابل هناك رغبة عند الطرف الآخر في الهجوم عليك. هو يريد مهاجمتك، يريد معاتبتك، يريد مساءلتك، لكنك لا تأبى. أنت يعني في حالة من اللامبالاة، لا تأبى له ولا لغيره، وتقول في نفسك: الله سيرزقني بأفضل منه. يعني أنت في حالة من الرضا، في حالة من الرضا والتسليم، وكأنك تقول له: خذ حبك وانصرف، لا أريدك. يعني وصلت لهذا الحالة يعني. وتتطلع في الحقيقة، أنت في قرارة نفسك تتطلع لمستقبل أفضل. هناك تعلق شديد من شريكك لك، تعلق بك يعني، وهذا هو سر المشكل بينكما. يعني تعلق شريكك المضاعف أو المبالغ فيه بك هو سر المشكل بينكما. يعني
أنت لا تحب، أنت كشخص هوائي لا تحب من يفرض عليك القيود ويتمسك بك أكثر من اللازم. يعني أنت تحب أنه يكون عندك مساحة من الحرية، مساحة من التصرف الحر. بسبب تعلقه هو هذا الشخص موجود الآن في الحيرة، ويرى أنك قد رجعت. قد رجعت، لا مش قد رجعت، لا مش هذه الجملة. يرى أنه إذا أنت، يعني إذا أنت رجعت للعلاقة ستحول حياته إلى جنة، وهيك يشوفك، يعني يشوفك شمس كبيرة في حياته. لكنك أنت ترى، أنت ترى في عقلك الباطن بأن حياته ليست سوية. أنت تشوفه يعني مش سوي، إنسان مش سوي، بحياة مش سوية. ترى أن حياته فيها بعض الأسرار، وهذا ينفرك منه. أنت أحيانا كثيرة تشعر بالنفور من هذا الشخص. فيه حكم عندك أنت أنه هذا الشخص غير مناسب لك، وأنت تملك بعقلك الواعي أسبابا وجيهة في نظرك للابتعاد عنه. هو في هذه الطاقة يطلب منك بداية جديدة على أسس واضحة. يعني هو يوعدك أن البداية الجديدة ستكون مثمرة، ويريد أن يقدم عهودا ومواثيق بأن لا يخذلك. يريد أن يخلص لك في الحقيقة. يعني هو يعدك ببداية جديدة فيها إخلاص لك، لكنك أنت بالمقابل ندمان أنك عرفت. أنت ندمان أنك عرفت ذلك الشخص، وعندك نفور نوعا ما منه، ولا تزال سلوكاته السيئة حاذرة جدا في ذهنك، لذلك ترفض إعطائه فرصة أخرى. شريكك يحبك جدا في هذه الطاقة، ولكنك لا ترضى العودة. أنت الآن ترفض بشدة العودة إليه، لأنك تشعر أنك لم تفهم من طرفه، وأنت في الحقيقة لا تقدر الآن أن تثق فيه. يعني أنت لا تثق في بداية جديدة مع هذا الشخص، مع نفس الشخص. أنت تشعر بعدم التقدير، تشعر بأن هذا الشخص لم يعطيك حق قدرك أو قدرك. يعني ما قدرش حبك، وما قدرش وجودك معه في حياته. تشعر بأن حبك كان عفويا وصادقا له، ولكنه لم يحترم هذا الحب. واليوم أنت لا تريد أن تخرج منهزما. يعني أنت اليوم تفكر في الانتصار، لا تريد أن تخرج منهزما من هذه العلاقة. في باطنك أنت، في باطنك، في عقلك الباطن، أنت تحبه، وتنتظر شيئا ما، تغيرا ما معين. هذا التغير موجود في تصوراتك أنت فقط. واقعيا قد لا يحصل هذا التغير، ولكنك تتمناه بعمق بشدة. يعني صمتك أنت في هذه الفترة عقابي بامتياز. يعني أنت صامت هذه الأيام، وصمتك عقابي بامتياز. لكن هذا الصمت لا ولن ينجح إذا كنت تعاشر طاقة هوائية مثلك، لأن الطاقات الهوائية في هذه الأيام كذلك هم صامتون ومعاندون. فاحذر أن تدمر عائلتك إن كنت مرتبطا بشخص من هذه الطاقة بواسطة هذا الصمت العقابي أو الصمت السلبي. تحيط بك الآن الكثير من الأعداء. يعني أنت كشخص في هذه الطاقة، يعني اليوم يحيط بك الكثير من الناس المعادون لك، الذين يسيطرون عليك وعلى فكرك وذهنك، ويريدونك حسب رغباتهم هم، تطلعاتهم هم. وهم جزء، هم جزء
من الحدود التي وضعتها لك ولشريكك، يعني هم متدخلين بصورة كبيرة. شريكك في هذه الطاقة يشعر بالحزن والألم من هذا الموقف، من هذا الصمت، وهو يحاول التشافي، ولكن الاشتياق لك يقتله ويمنعه كذلك من الشفاء النهائي. بعض شركائكم أنتم الدلويين قربوا على الخروج من طاقة الألم، ولكنهم لا يزالون يستحضرون الماضي وخاصة السيئة منه. يعني هم يشوفوا كان الجهة السلبية، ما يشوفوا أي شيء إيجابي في الماضي. وفي طاقتكم الآن في هذه الأيام مواجهة نارية ستحصل بينكم وبين شركائكم، سيعرض كلاكما سلبيات الآخر، لقاء غير مرتقب ولا محذر، يعني لا أنت حذرت له ولا شريكك حذر له، ستلتقون وتتواجهون وتفرشون على طاولة الحوار الكثير من السلبيات. أنت الآن تنظم أمورك ولكن ينقصك الحب، أنت تشوف أن حياتك نقصها الحب ولكنك مرتاح. أنت مرتاح جدا في هذه الوضعية، يعني هذا الوضع لا يقلقك. تعيش كذلك في حالة من الغموض التام، من حولك يعني لم يعودوا يعرفوك، ما عادش كتاب مفتوح أمام الجميع ولا حتى أمام حبيبك. ترى أنك لم تصل إلى أي شيء بعد الكثير من الجهد الذي بذلته. أنت الآن هكذا تفكر أنك بذلت الكثير من الجهد وما حصلت ولا نتيجة. وهذا أكيد نحكي على علاقتك، ما نحكيش على الجانب الاجتماعي. حبيبك الآن يرى بأنك تألمت، هو يعترف في باطنه بأنك تألمت وأنك رحلت وأنت حزين، يعني لم ترحل وأنت فرح، أنت رحلت بعد الحزن وبعد ضياع الجهد والأمل، وهو ينتظرك أو ينتظر شيئا ما، أو حدثا قدريا أو حدثا اجتماعيا. المهم شريكك يريدك بأية طريقة وينتظرك، وهو مستعد ليؤهب كل شيء لراحتك. أوكي. نصيحتك في آخر حديثي إليك، أخرج من حالة اليأس، أخرج من لباس الظلم الذي تعيشه هذه الأيام. لماذا؟ لأن الظلم لا يأتي إلا بعد أن نظلم، نحن نجذب إلى حياتنا من يظلمنا. فإذا تخلى عن لباس الظلم الذي تعيش فيه، وتذكر أنك جلبته لنفسك، واترك القوانين الكونية تأخذ مجراها. حين تتناغم مع الكون سيكون كل شيء مجهزا لك وسهلا. كذلك أنصحك بأن تصفر العداد، اجعل عدادك على الصفر وانطلق. تحياتي، سلامات أحبائي الجوزائيين. عنوان قصتك انتهى الكلام. هذا الأوديو هو مجرد التقاط لطاقتكم وليس تنبؤا بالغيب، هو التقاط لطاقتك الحالية. وقد تكون طاقتك الحالية مشغولة ببعض الأشخاص. الطاقة الحالية تمشي في الاتجاهين، يعني ستحمل لك بعض الأحداث القريبة الماضية وممكن بعض الأحداث المستقبلية القريبة. أنتوا كنتوا في 2019 و2020 في بيت الحياة والموت. في 2022 راح تكونوا في القوة والوضوح والعناد، وهذه الفترة بدأت معكم تقريبا منذ أكتوبر أو نوفمبر.
ما لا يعرفه الناس عنكم أصحاب هذا البرج، أنكم طفل صغير، طفل صغير عفوي اللي في قلبه على لسانه، ولكنه في نفس الوقت ملك العناد من دون منازع إذا أراد، لأنه هو شخص دبلوماسي في العادة وممثل بارع، ويمثل كثيرا حين يريد إرضاء الآخر، يعني يكون لطيفا جدا مع الشخص اللي هو مبسوط معه. و في 2022 راح تروح للأسف العفوية. لماذا؟ لأن الجوزائيين راح يروضوا أنفسهم، سيروضون أنفسهم ويلجمونها، وهو عنده القدرة، هذا أصحاب هذا البرج عندهم القدرة أنهم يدوسوا على قلبهم طول العمر إذا كان ذلك ثمنا لكرامتهم. أنتوا الآن في هذه الوضعية، الآن في مطلع هذا العام الجوزاء مستسلم بإرادته، يعني ليس هناك إجبار، هو مستسلم بإرادته وقرر التأقلم بالوضع، تأقلم مع الوضع والرضا به مهما كان. الجوزائيين طاقتهم استنزفت في السنتين الأخيرتين، الآن كبروا دماغهم هم على كل شيء بما في ذلك القضايا العاطفية، وهم يرفضون اليوم، أنتم ترفضون العشوائية في التصرف معكم. أنا أعرف اليوم أن معظمكم منفصلين أو صابرين على وضعيات أو على علاقات غير سوية غير مرضية بالنسبة لكم، بداخلكم ثورات عقلية كبيرة الآن، معظمكم في العقل واستبعدتوا تماما القلب والحب، طاقتكم فيها قوة كبيرة هذه الأيام، أنتم مش متعودين عليها هذه الطاقة، في الحقيقة جديدة عليكم، وأنتم ممكن تكونوا مصدومين أو مدهوشين من ردات فعلكم. في العام المقبل ستركزون على أنفسكم لأنكم انتظرتم كثيرا في الماضي أو تماطلتم كثيرا في الماضي القريب يعني، والآن وصلتوا إلى سقف الصبر لديكم، بعضكم رحل والآخر لا يزال ينتظر، فيها عندكم فرص كثيرة في السنة المقبلة، لأنه عام فيه أحداث كثيرة من الفلك تدخل في بيت الفرص والحظ لديكم. علاقات الجوزائيين اللي ما فيهاش كارما ستولد من جديد من الرماد، يعني ماتت تماما، يعني انتوا تقولوا الآن علاقتي ماتت، ولكن نحب نبشركم أنه في العلاقات اللي فيها الكارما خفيفة راح ترجع، هذه العلاقات راح ترجع، أما العلاقات اللي كارمتها ثقيلة جدا فللأسف عقول الجوزائيين لن تتقبلها. بعض الجوزائيين سرقت عواطفهم وأمانيهم وأحلامهم السنة الماضية، ولكنهم مرتاحين، يعني لا يشعرون بالقلق، ومعظم الطاقات الهوائية كذلك، يعني مش أنتوا فقط، أنتوا مرتاحين هكذا، يعني ما فيش تذمر ولا انزعاج. أحيانا ترجع في أذهانكم الذكريات الجميلة، ولكنكم مؤمنون بأن لا رغبة لكم في الكلام، لهذا سميت القصة انتهى الكلام. بعض الجوزائيين كانوا بعلاقة مع شخص انسحب منهم مختلسا، يعني خلصة، وهم كانوا يحبوا حب فظيع، شريككم قلل منكم وأهملكم، والآن يراجع نفسه ويريد العودة، ولكنكم
تقولوا بالمقابل انتهى الحب، لم نعد صالحين لأي شيء. أو بالإنجليزية it's too late، قد تأخرت. لم تمر الأمور كما يجب منذ الأول في الحقيقة، وكان الجوزاء يتماطل أو يؤخر القرار بسبب تعلقه بالشريك. الآن الجوزاء سحب طاقة الحب من بعد الألم، يعني أنتوا الآن سحبتوا طاقة الحب من قلوبكم كما تسحب الشعرة من العجين. أنتوا في حالة راحة، يعني أنتوا مش متذمرين ولا منزعجين. واجهت شريكك بأخطائه في علاقة مرآة، علاقة مرآة قوية كان يعكس لك فيها أخطاءك، وأنت تعكس له أخطاءه، وهو لم يتحمل واختار حريته. يعني شريكك اختار أشياء أخرى وأشخاص آخرين ولم يختارك. لماذا؟ لأنه كان يظن أنه ضمنك. شريكك كان يعتقد بأنك في جيبه وأنك أسيره ولا يمكنك أن تفلت منه أبدا. لذلك الجوزاء اليوم يقول لا، لن أعود إلى الماضي مهما كلفني الأمر. يعني أنتوا الآن وصلتوا إلى طاقة من العند اللي إذا وصل لها الجوزاء سيعاند حتى نفسه. يعني من الأشياء الغريبة اللي تحصل عند الجوزائيين أنهم لما يقرروا قرار ممكن يعاندوا أنفسهم حتى هم، إذا نفسهم قالت إيه هم ما حيقولوا لا لأنهم عندهم شخصيتين في نفس الشخصية. وهذا الكلام صحيح، هم فعلا توأم لأنفسهم. شريك الجوزاء يعتقد أنه ينهي مرحلة وسيبدأ مرحلة أخرى، ما لا يعرفه أنه ما فيه محطة جديدة، انتهى الأمر. لأن الجوزاء صارت طاقته نارية أكثر من هوائية، وصار توأما لنفسه 100%، وقد وصل إلى مرحلة الأنانية وحب الذات المدمر. الهوائيين بصورة عامة العناد عندهم هذه الأيام يعني في أعلى أسقفه، وإذا تخلى معهم أي شخص مهما كانت طاقته، إذا تخلى معهم هذه الأيام أو هذه الطاقة في هذه الطاقة في عناد، فلن يفيد الأمر. الجوزائيين لا يمكن أبدا إجبارهم على أي شيء، لا يريدون إعطاءه. يعني كل ما يعطونه يعطونه عن حب، ولا يمكن أبدا إجبارهم لا بألعاب عقلية ولا بألعاب نفسية ولا بكوميديا سوداء أو بأي شيء. هم ناس يقررون من أنفسهم ولا يسمحون لأي شخص بأن يجبرهم على شيء. والآن هم أقسى وأقوى لأنهم دخلوا في طاقتهم النارية. أنتم الآن ترفضون الحب بصورة عامة، يعني أنتم لا ترفضون الشريك فقط، أنتم ترفضون كل العلاقات العاطفية، ما عندكم حتى اهتمام بالحب. وهذا بسبب التناغم القوي العام اللي يحصل مع الطاقات القمرية. نحب نخبركم أن المظلومين منكم اللي ظلمكم رح ياخذ الكارما اللي يستحقها، ما تخافوش. إذا ما حبيتوش شركائكم يتمادوا في تجاهلكم، فالقرار لا يزال بيدكم، وهذه أفضل طاقة للتقرير، هذه أفضل طاقة لاتخاذ القرار.
وكذلك نحب ننصحكم إذا ما حبيتوش شركائكم يتأذوا سامحوهم، سامحوهم عن حب ورضا، يعني قبلوا الوضع وسامحوهم، أطلقوا سراحهم وسامحوهم، يعني أجبروا بخاطركم وبخواطرهم وتوكلوا على الله ببساطة يعني، وعلى فراستكم وحدسكم كذلك، لأنه عندكم حدس وبصيرة قوية لا تخطئوا في العادة. النصيحة الأخيرة التي أقدمها لكم: تخلوا قليلا عن الإيغو. الجوزائي في الغالب ليس شخصا متكبرا ولا مغرورا، قد يمارس الدبلوماسية حتى مع من يكرههم ولا يؤذيهم نفسيا، ولكن هذه الأيام أنتم في طاقة إيغو عالية، حاولوا تخففوا نوعا ما من نبرته. تحياتي إليكم، سلامات أحبائي الميزانيون. عنوان قصتك: انطلق. هذا الأوديو هو مجرد التقاط لطاقتك، طاقتك الحالية. قد تجد فيها أحداثا من الماضي القريب أو أحداثا من المستقبل القريب، وقد تجد كذلك أشخاصا داخلين في تفكيرك، في طاقتك، أنت مشغول بهم أو هم مشغولين بك. طاقتك العامة هذه الأيام فيها تراجع، تراجع إلى العائلة، إلى الدفء الأسري، كذلك فيها علاقات عائلية من الطاقة الأنثوية، يعني من جهة الأم، فيها خلافات أو قطع، يعني احذروا هذه الأيام أن تصل بكم الخلافات الأسرية إلى حالات من القطيعة، القطيعة الكبيرة يعني. أنت في الحقيقة هذه الأيام ستميل إلى البيت، إلى البقاء في البيت أمام التلفاز، إلى الحديث مع أفراد أسرتك، إلى البقاء مع عائلتك. في كذلك تذكر أو حنين إلى الماضي، إلى الطفولة بنوع من الشجن، يعني أنت تحن من نوع من الحزن. أنت الآن في علاقة روحية أو علاقة فيها حب صادق جدا، لكن فيه شخص ما يقف أمام هذا الحب بينكما. ممكن أنت اليوم تفكر في التنازلات التي قدمتها في الماضي لهذا الشخص، يعني أنت مركز هذه الأيام على كل التضحيات التي قمت بها في هذه العلاقة، ولكنك تفكر فيها بنوع من الندم، يعني أنت نادم على هذه التضحيات. حاب أقول لك: انظر، انظر الخير الذي قمت به لله واتركه يذهب، يعني ما تبقاش تفكر فيه بندم وبحزن. شريكك الآن في طاقة فشل مادي ذريع، فشل مادي ذريع ومشاكل مالية واجتماعية بالجملة، يعني من كل حد وسبب، أموره يعني كلها مخلطة. هو يحاول في الحقيقة، يحاول في كل الاتجاهات ولا ينجح، يعني حاول أن يحل العاطفة ولم ينجح، وحاول أن يحل مشاكل الأسرية ولم ينجح، أو مشاكل المالية ولم ينجح، وانت قلقان عليه، انت تشعر بحالة من القلق عليه، وتشتغل الآن على التغيير بالمستقبل. انت تفكر في ما هي التغييرات التي يمكن أن أقوم بها مع هذا الشريك وتجعل من حياتنا تتحسن، أو تجعل من العلاقة بيني وبينه تتحسن. أنت تحبه كثيرا وهو كذلك،
يحبك كثيرا. الحب متبادل بينكما بصدق، يعني عندكم حب يعني قد يصل إلى درجة العشق المجنون. هو يريد أن يقدم في طاقته، هو الآن يريد أن يقدم لك شيئا ما، حب يعطيك شيء، ولكنه يخاف، هو يخاف من مقاومتك له. أنت الآن تقاومه، تصد حبه. نحب نبشركم أنه هذه الأيام فيه طاقة وفرة رح تجي تخفف عليكم، يعني فيه طاقة وفرة ونجاح وحصاد لمجهوداتك وصبرك أنت. شريكك أيضا في طاقة محاكم، يعني في طاقة محاكم معك أو مع غيرك ما نعرفش، ولكن في طاقته محكمة، ظهور أمام القضاة أو المحامين. يعيش نوعا من الكارما، هو يعيش الآن نوع من الكارما السلبية، كارما ما أنت متمسك به، يعني أنت تحبه متمسك به، ولكنك ستغير أسلوبك معه. يعني أنت تقول خلاص أنا مشيت معه بطريق معين ولم أنجح، سأغير أسلوبي معه. ستحتفظ في المستقبل القريب بكل أسرارك وأموالك. ستقتصد أموالك، يعني ما تزيش تساعده، وستحفظ أسرارك، وستعامل هذا الشريك بحذر شديد. يعني راح تفكر في أي شيء تقوم به تجاهه. أنت اليوم واثق جدا من بداية جديدة مع هذا الشخص، بالرغم من الأحزان، بالرغم من الأحزان اللي عشتها معه، وأنت تنتظر تغييرا ما لا يحصل في الواقع، لكنك في عندك نوع من الأمل أن الواقع يصير أفضل، أن الأمور تمشي كما يرام، يعني على ما يرام. حبيبك يقاوم الصعوبات، هو يقاوم الآن الصعوبات، وهو يعرف أنك تتقدم بقدر ما تتأخر. يعني هو يعرف أنك حذر وأنك تمشي خطوات للأمام ونفس الخطوات للوراء، لكن مع كل هذا، مع كل هذا فيه استقرار آتي إليك وإليه كذلك، ولكن أنت أقرب منه في الطاقة. يعني الاستقرار اللي يجيك أقرب منه في الوقت في الطاقة. يعني هناك الكثير من التأثيرات العائلية التي ستصلح ولا تفسد في الفترة القادمة. يعني فيه ناس في أسرتك أو في عائلتك أو في عائلته سيصلحون ويوقفون الفساد الموجود بينكما. شريكك خائف من أمور كثيرة، ويعيش استنزاف طاقي رهيب، طاقته داون داون داون، ومتأكد أن الوقت غير مناسب اليوم. هو شايف بأنه علاقتكم مش راح تتحسن لأنه الوقت مش مناسب لها، ولكنه مؤمن، هو مؤمن بأن القادم أفضل، وأنت بالمقابل ترى أنه غدر بك. لا أدري ما هو نوع الغدر، ترى أنه غدر بك أو خانك بأمر ما. يعني أنت تشوف الآن أنه خانك، لا أدري ما هو نوع الخيانة، ولكن أنت تشوف أنه خانك في أمر ما. وفي نفس الوقت تخاف، أنت تخاف من الوحدة، وترى بأنك قدمت الكثير من التنازلات والتضحيات، ولا تريد أن تتنازل مرة أخرى. أنت هذا فكرك الآن. هو يعرف أنه كسر بداخلك الحب، أو كسر بداخلك شيئا ما، هو يعرف، ويعرف أنه هدم كل شيء بنيتموه مع بعض في الماضي. يعني هو شايف أنه أقدم على تهديم الكثير من الأمور اللي أنتوا تعبتوا فيها مع بعض في الماضي.
ومدرك في تناقض رهيب أنك تريد البناء من الصفر. يعني هو يعرف أنك تريد البناء من الصفر مع بعض التغييرات. أنت تحب تبني من جديد، ولكن تحب تغير، تحب تغير الأساس، تغير الجدران، تغير كل شيء. أنت واثق بأن التغييرات هذه هي السبيل الوحيد لإنجاح هذه العلاقة وإنقاذها من الموت النهائي. أوكي؟ أنت هكذا شايف الخطة. بالمقابل في طاقتك نوع من التردد والأخطاء اللي ارتكبتها في الماضي، لذلك عنونت الأوديو صحح مسارك. أنت كذلك مش متأكد من النتائج، أنت ترى الخطة والبناء والرسمة، ولكن مش متأكد من النتائج. شريكك للأسف لا يرى الأمور بهذه البساطة. يعني لاحظ أنت تعمل حلول، هو ما يشوفش الأمور أنها بسيطة بهالدرجة، لأنه في هالة من السلبية. هو عنده مشاكل وسلبية تمنعه من التفكير السليم. هو عنده كذلك نوع من التعاطف الزايد الغبي مع الأمور، مع الآخرين. عنده عدم تحكم كذلك في شهواته ونزواته وفي نواياه اليوم أن يخلص الأمور. هو يحب يكمل مع الألم، يريد أو عازم على تخليص الأمور ليفك الصراعات، يحب يفك الصراعات الموجودة بينك وبينه، ويحب يسيطر على الوضع حتى يوضع حلول واقعية لكما. نصيحتك في الأخير، في آخر حديثي، عد إلى مشاعر البداية. أطلق سراح قلبك. أنت الآن تعمل كل شيء كما يجب في طاقتك اليوم، أنت صحيح ما عدا في علاقتك العاطفية. لديك في المستقبل القريب في طاقتك انتصارا على أطراف معادية لك. يعني إذا أنت داخل في صراع مع بعض الناس أو بعض الأشخاص المعادين ليك، راح تنتصر عليهم، سواء كانوا هذا الأشخاص في الحب أو في المجتمع. وراح تشافي نفسك كذلك، راح تشافي وتكافي نفسك نتيجة الجهود اللي بذلتها في الماضي. ولكن النصيحة الثانية أعطيها لك، احذر من الغيرة، لأن غيرتك ستكون أحد معطلات تفوقك أو نجاحك، لأن النجاح حليفك هذه السنة. أنت من المحظوظين في 2022، فلا أريد أن تكون المشاعر السلبية أحد المعوقات في حياتك. تحياتي لكم، سلامات.